ألقت بظلالها هناك. إياد مدني لا ما يستاهل ما جرى له. وزير قدير، القفشة حلوة في 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 إطارها ولكنها غير موفقة في مكانه بحكم وظيفته. أي. أعتقد كان يكفي الاعتذار الذي قدمه، ما كان ينبغي إقالته من منصبه. لكن المهم الآن مصر أيضا نقول تستاهل الموقف السعودي المناصل لها، ولكن هل مصر سوف ترد بالحسنى بمثلها؟ هل سترد بشكل إيجابي على هذا الموقف السعودي الذي وقف معها وعلى قفشة مستحقة يعني؟ ولكن السعودي تعامل حسب البروتوكول الرسمي أنه لا يجوز المساس بشخصية رئيس دولة. طيب لنرى الآن ما سيفعل المصريين، هل سيتحول موقفهم السياسي في القضايا التي تعنينا نحن في السعودية، القضية السورية، القضية العراقية، قضية الموصل، هذا الذي أدى إلى الخلاف السعودي المصري، هل ستغير إعلامهم؟ هذا هو الذي يجب أن يهمنا، ونطوي صفحة الأستاذ إياد مدني فهو يستطيع أن يدبر نفسه، ولكن الذي يهمنا ما الذي سوف يفعله المصريين ردا على هذا الموقف السعودي الكريم نحوهم. نعم نعم، على فكرة في عماد الدين أديب أيضا كتب مقال في هذا الخصوص، أنه يجب على مصر أن ترد هذا الجميل بترطيب العلاقات، لأنه موقف السعودية جاء كأنه يعني لهذا الغرض. أنت إيش تعليقك أستاذ محمد؟ أنا أولا لو أنا أعتقد أنه لو تركيا أي مكان مصر ما سمعنا هذا الكلام منه. لا حتسمع نفس الكلام جمال. لا مو نفس الكلام، لأنه أستاذ جمال عنده موقف يعني أكاد أقول بين قوسين أزلي من مصر وثابت، أنه نخسر مصر نخسر مصر، وهذا يعني غير مقبول. بالعكس أنا بدعو إلى الحرص على مصر. غير مقبول يا أستاذ جمال أن تخسر مصر، غير مقبول، أرجو أن تراجع نفسك، غير مقبول أن تخسر مصر كما قلت أنا سابقا. أخي أنا أقول أنا أدعو إلى الحرص على مصر ليس خسارتها. كيف حرص على مصر وأنت في كل أحاديثك في كل مداخلاتك في كل مداولاتك نعم تضرب في مصر أخي أين الضرب في مصر؟ وتلغي مصر وتحاول أن تضع سفين في علاقة السعودية في مصر، هذا مصر لا يجوز علينا. أنا أتحدث عن المواقف السياسية المصرية يا أستاذ، المواقف السياسية المصرية ليست مصر. أنت رجل يعني تتمتع بخبرة إعلامية وتتمتع بمسؤولية وطنية وتتمتع بمسؤولية عربية، ما رأي الزملاء هنا في عن ضرب سفين في علاقة السعودية مصر؟ لا هو ما هذا هو يقول يا لا لا تعمل ابراهيم عيسى هنا وتتبنى ابراهيم عيسى وتتحول الى رئيس الهيئه الاهرام هنا، خليك لا 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 محمد لا تتبنى موقف المصريين. اسال الاخوه هنا واحد واحد ما رايهم في السياسه المصريه الحاليه تجاه المواقف القضايا العربيه السعوديه. طيب اقول لك انه في مشكله مع مصر. اذا خلاص توقف هنا، اذا توقف هنا. انا اطالب هذه اللي قلتها صحيحة فتوقف عندها. لا أنا لا أقول لك في مشكلة مع مصر ولدى مصر مشكلة، ولكن لنرطب الأجواء يا أخي. لماذا نضرب أسافين في كل لقاء؟ لماذا؟ لصالح من؟ لصالح إيران؟ إيران الآن تتهددنا في كل مكان. رئيس الحرس الثوري اليوم أعاد الكلام، أو قائد الباستيج أعاد الكلام بأن راية إيران ترفرف الآن في صنعاء ولبنان والعراق وسوريا. اي بس يمكن جمال من باب العشم يعني العشم يا الاستاذ جمال عليه مسؤوليه ادبيه، عليه مسؤوليه اعلاميه، هو رجل كبير وله حضور كبير، عليه مسؤوليه ادبيه واعلاميه بان يرطب الاجواء بين السعوديه ومصر. انا متفق معك في ذلك، انا سأتعاون معك في ذلك. ندعو الحكومه المصريه، ندعو الاعلام المصري بالتعاون معنا، نحن في لحظه مفصليه، فليتفضلوا ونرى ما عندهم. ليستجيبوا على ما قاله عماد الدين اديب وليس انا. طيب وليس عماد الدين اديب يعني لنمسك بيد عماد الدين اديب وامثاله. طيب لكي نرطب الاجواء. انا ما اجبت على سؤال اياد مدني. طيب تفضل. في موضوع إياد مدني انا يعني استاذ جمال قال انه لا يستاهل ما جرى له، انا اقول يستاهل ما جرى له، لانه ما فعلوا في ذلك المحفل لا يمكن ان يطرا على بال اي انسان عادي، مش انسان له هذا التاريخ الطويل الاعلامي والآخر. كونه ايضا لم يقصده
لا قصده. أنا أقول قصده، لأنه هي ليست كلمة نعتبرها زلة لسان وانتهت، هي جملة ورجعة وخطأ في اسم ورجعة. لا لا، هو الخطأ في الاسم اللي هي السبسي والسيسي، السبسي والسيسي، وبعدين رجع وقال العبارة نفسها يعني. المفروض يكون عندنا شوية بعد تعقل في الموضوع. لا لا، هو ما في كلام إنه أخطأ، ما في شك. ثم لماذا يعني إحنا كبرنا عن هذا؟ لماذا يجري استغفالنا بأنه استقال لأسباب صحية؟ إيه ما أعرف هذا. إيش رأيك؟ لأسباب صحية. ما هو مريض هو؟ لا مريض ولا مو مريض ما يعنيني. لا لا، أنا أقصد هو استقال لأنه وقع في هذا الخطأ. وقع في هذا الخطأ، وهناك من ذهب بعيدا طبعا. وأنا لا أوافق بأنه صدر في هذا الكلام من. من تعتقد اللي برر إنه؟ من اللي قال إنه استقال لأسباب صحية؟ هو ولا المنظمة؟ أنا عارف. ولا الدولة المملكة؟ لا المنظمة، أنا قرأت بيان المنظمة وأشار إلى أنه استقال لأسباب صحية، وتقريركم قبل قليل ذكر. عارف أنا عارف، كلنا سامعيني. وبالتالي ليش تقول لي لأسباب صحية؟ أنت استقلت لأنك أخطأت، ولأنك قدمت درس في المقلب السلبي للدبلوماسية. يجب أن يدرس لمن يريد أن يكون دبلوماسي، لتلافي كيف يتحدث وكيف يخاطب الآخرين وكيف يضع رؤساء الدول في مواقعهم وكيف يحترم المنظمة التي يصدر عنها.